حدا جاي سيدي. في معنى قرار نيابي، يجينا ناخذ السيد عاكف. خلي النائب يجي بذات نفسه. سيدي هون في مشكلة. سيدي علم عاكف على الخط معلم. إلي يا عاكف. سيدي اجوا لهون مشان ياخدوني، بدون مني سلم حالي. شو بتأمرني لأعمل؟ بتموت وما بتسلم حالك. مثل ما بتأمر سيدي. اتصل بعبد الحي يا تيمور. أنا بدي أحكي مع عاكف. بس لخبره إجا السيد أورهان. خليه يفوت لنشوف. ماشي فيك تدخل انت. انتو بتضلوا هون ما بتتحركوا. يلا عاكف بدنا نروح. وانت كمان صرت جزء من هاي الخيانة. انا مو حابب تكون هالشغلة بالزور يا عاكف، بس انت بتعرف منيح. يلا يا شباب جيبوا. Thank you.
فيك تطالعني من هون إلا جسة ما فيها نفس. النظام الجديد انت مالك مطرح فيه يا عاكف، فلا تجبرني على هالشي. هاد لهون وبس يا عاكف، خلص انتهى كل شي. إذا أنا ما قلت انتهى ما بينتهي. شيء عم يبدأ من جديد. كيف بتعمل هذا الشيء يا أورهان؟ مو نحن كافحنا مع بعض مشان هذا الوطن؟ مو تعرضنا لنفس الرصاص مشان يبقى هذا الوطن؟ شو رح تكون نهاية هالشغلة؟ بس يطلع رح نشوف. إذا ما كبرت ما بتصغر. مظبوط. أنت كيف وصلت لهي الحالة؟ مين يلي قدر يغير لك اتجاهاتك؟ أنا ما كنت بعرف. ما كنت عارفان إنك عايش. معناتها بتحكي لي كل شيء. هلأ صرت بتعرف. حضرتك أكثر واحد بيعرف إني بفدي روحي بسبيل هذا الوطن من دون ما أتردد ولا أي لحظة. المدعي العام كلفني بمهمة وأنا أجيت لهون منشان نفذ مهمتي. أورهان ما عم بسألك عن هذا الشيء، بدي تحكي لي القصة من أولها بكل وضوح. سيدي، بتعرف أنا كنت بفكر إنه تم قتلك على يد عاكف،
انقطعت اتصالاتنا مع شايب نهائيا، وخفت ثقتنا بعاكف بسبب قصة سنجر اللي صارت معنا السنة الماضية. واحد اسمه هولاك خبرنا انه تم تأسيس نظام ختيارية جديد فات بمؤسسات الدولة وعم يسيطر على كل شيء، وقالنا انه السيد المحترم اخذ مكان الشايب بهذا النظام الجديد. ومين هذا هولاك؟ هولاك مو بس لحاله، في اكثر من واحد. حكيت عن أولاك اللي هو المسؤول عن الاستخبارات العامة. كيف عم تتواصل معه؟ أولاك هو اللي عم يتصل فيني. انت كيف صدقته لهذا الزلمة؟ وقت اللي شفت معظم اللي عم يشتغل معهم وبعتبرهم كبار واساتذة بالأخلاق، عم يحترموه ويقدروه وحتى عم ياخدوا أوامرهم منه شخصيا، ساعتها أنا صدقته. رجالك رح يضلوا بضيافتنا هون بالكاجيتي يا أورهان. انت فيك تروح هلأ، ما بدك تخبر جنس مخلوق اني عايش. هذا الزلمة اكيد رح يرجع يتصل فيك، اول ما بدك تلتقي معه بتخبرني فورا. طيب بترجاك تسامحني، سامحني يا أخي. أنا مسامحك يا أورهان، بس إن شاء الله أنت تقدر تسامح حالك. شوفوا يا شباب، انتوا حتكونوا بأمانة السيد عاكف. معلم، أورهان راح. خليه يروح تيمور، أنا سمحت له. عود عاكف.